كيف جمال المكان اللي تاكل فيه؟ احنا لازم نقف، انا ما نفرطوا في الثقافه. الله عليك، الله اكبر عليك. مراكش معروفه بجمال عمرانها، معروفه بجمال اقتنياتها، التحف، كل شيء، الناس، الزحمه، والله العظيم شيء خيالي. هي جامعه بين الاصاله وبين المعاصره. الله. معروف بجمال التراث الغير مادي، زي ما تشوفون الحرفيين هنا شوف يصوبونه ويهزون الجلد هذا من جلد الماعز. صراحة الشعب المغرب ما قصر، أنا كنت خايف التصوير وكذا، أي مكان أسير تعال صور، مرحبا حياك، الدنيا حلوة. شوف كيف، ها بارك الله، هذا الحب، هذا اللي تبحث عنه والله العظيم. شوف من الريحة أنا حسيت أنه خلاص ما أقدر أصبر، أنا لازم أكل. لغة الإشارة تحركت. بسم الله وبالصحة والراحة. الله يبارك فيكم. مرحبا بك. الله الله، هذا بالأحضان، بالأحضان والله العظيم. تحفة فنية، تحفة فنية اللي جالس اشوفها. ما اقدر اصبر، انا لازم اذوق، لازم اذوق. شوف ما يحتاج اي حاجة، فقط تقول بسم الله والصحة والراحة، لسان راكان في مراكش. الله الله. تفضلوا تفضلوا. لازم نذوق لحمة الراس. شوف كثير من الناس ما يحبها، لكن معروف انه لحمة الراس خصوصا الخد هبيلة هبيلة، شيء فاخر. بسم الله. طيب ما يحتاج اي بهارات، يعني لما سالته قلت له كيف طيب تطبخونه بدون بهارات، كل بساطه ودبلوماسيه قال لي اللحم الطيب لما ينطبخ بالحطب ما يحتاج اي بهارات. شوف شوف شوف. بسم الله بسم الله بسم الله. شوف اللسان، شوف اللسان مع لسان راكان. الله 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 الله. جميل.